موجز الأخبار من مؤسسة الشهداء، أهلا بكم. برعاية رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائلي وتحت شعار إن الأبرار لفي نعيم، أحيت مؤسسة الشهداء ذكرى شهداء حركة الضباط والعسكريين في عام 1990، مستذكرة تضحياتهم في مواجهة دكتاتورية البعث في حفل أقامته بحضور ذويهم. النائلي وفي كلمة له أكد أن المؤسسة تحيي اليوم ذكرى كوكبة طيبة من الشهداء الأبرار لتبرز قضيتهم ومظلوميتهم. ومن جانبه شكر وكيل وزارة الثقافة نوفل أبو رغيف ابن الشهيد هلال عبد اللطيف عن استذكار المؤسسة لهذه الثلة، مطالبا بمزيد من الإنصاف. استنادا لتوجيهات رئيس مؤسسة الشهداء وبرعاية مديرية شهداء كركوك، شارك وفد من المديرية في الحفل التأبيني الذي أقامته رابطة ذوي شهداء البشير، وبالتعاون مع مديرية شهداء كركوك لإحياء الذكرى السنوية 41 لاستشهاد كوكبة من خيرة أبناء قرية بشير التركمانية. وقد حضر الحفل التأبيني مدير الوقف الشيعي بالمحافظة الشيخ محمد عبد الخالق وخيرة من كبار ووجهاء قرية البشير. مدير قسم إدارة الجودة في مؤسسة الشهداء أياد أحمد يحضر في الاجتماع الرابع لفريق الجودة الوطني الذي يعقد في وزارة الشباب والرياضة. وأشار مدير القسم إلى أن الاجتماع تضمن مناقشة العديد من المحاور، من بينها المشاركة في وضع الخطط لتنفيذ المنهاج الحكومي حسب كل قطاع، مع الاشتراك في وضع الخطط المستقبلية، مشيرا إلى أن الهدف من إقامة الورشة هو تطوير العمل المؤسسي. معاون مدير مديرية شهداء البصرة للشؤون الفنية محمد علق يجتمع بمسؤولي الأقسام والشعب لغرض مناقشة توجيهات رئيس المؤسسة بتقديم إحصائية بعدد أوائل الشهداء الذين تم منحهم تأييد تخصيص قطعة أرض لديوان محافظة البصرة. وتأتي تلك المبادرة ضمن ما طرحه محافظ البصرة بمنح عوائل الشهداء قطع أراضي، كما تم مناقشة تبسيط الإجراءات مع تقاطع البيانات بما يحفظ حقوق ذوي الشهداء. مديرية شهداء الديوانية تنظم زيارة تفقدية لعوائل الشهداء في قضاء الحمزة الشرقي، حيث زار الباحث الاجتماعي صادق جعفر عائلة الشهيد جابر هادي موسى للاطلاع على أحوالهم الصحية والاجتماعية والاقتصادية. وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة وضعت من قبل المديرية من أجل التواصل مع عوائل الشهداء لرفض قاعدة البيانات بالمعلومات وإعداد تقارير مفصلة عن تلك العوائل ومعرفة المشاكل التي يعانون منها. انتهى الموجز، شكرا لحسن المتابعة.